مرض السكر أو السكري مرض بكل تأكيد كابوس كبير جدا بيطارد أصحاب هذا المرض، خصوصا لو كان من الدرجة الأولى. أصحاب هذا المرض دايما في قلق، في توتر، في خوف، وزي ما في ناس عايشة مع هذا الكابوس ومتعايشة معاه خلاص واخدة احتياطاتها، في ناس تانية مهملة وإهمالها ده ممكن يوصلها لمضاعفات خطيرة جدا وأمراض تانية أشد خطورة من مرض السكر ذات نفسه يا جماعه. صحيح شاذلي، يمكن حتى واحنا بنتكلم اثناء فيروس كورونا او حتى واحنا بنتكلم في مداخلتنا من شويه عن فيروس ماربرج، من اكتر الاشخاص اللي دايما بنخاف عليهم الناس اصحاب الامراض المزمنه منهم مرض السكر. عشان كده النهارده هنحاول نجاوب على اسئله كتير جدا ممكن تساعد ناس كتير، ممكن توصلنا لطريق امن في التعامل مع المرض. الاسئله دي هيجاوبنا عليها النهارده دكتور ايهاب مفيد، استشاري الغدد الصماء والسكر. منورنا النهارده في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورنا. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اهلا بحضرتك. طيب دكتور، في البدايه لما حد بيشخص او بيعرف ان هو مريض سكر من الدرجه الاولى تحديدا، هل بالفعل القلق والخوف ده مشروع ولا مبالغ فيه؟ والمفروض انه في اليات دلوقتي احنا متوصلين ليها نقدر ان احنا نتعامل مع هذا المرض؟ بالظبط. الحقيقه يعني عند تشخيص طفل عنده سكر الاهل بقى عندهم ذعر اكتر من اللازم كتير قوي. والنهارده البرنامج اسمه روشتة لمريض السكر، انا بقول روشتة لمريض السكر والاهل مريض السكر، هم بيبقوا منزعجين جدا. فاول حاجه لازم هم يهدوا لانه ده بيتنقل للطفل وبيأثر عليه طبعا. في حين دلوقتي في وسائل الجديده في علاج السكر سواء تشخيص المضاعفات او طرق العلاج، بقى التعايش مع مرض السكر من النوع الاول اسهل من زمان بكتير قوي. الأدوية اتطورت قوي، الإنسولين اتطور بشكل يعني مريح جدا للأهل وللمريض. المتابعة لمريض السكر بقت يعني من بدري قوي بتبين لنا مضاعفاته قبل ما تحصل ونقدر نمنعها. فالتوتر الزيادة الحقيقة احنا بنحاول نهدي الأم، بتاخد مننا وقت أطول من العلاج يعني. عظيم. فأول زيارة. هل حالة الخوف والتوتر دي ممكن تؤثر على درجة السكر في الجسم؟ يعني هنقول دلوقتي دي في درجات هنعرفها ده برضو من حضرتك، لكن حالة الخوف والتوتر دي لو اتنقلت للطفل شوية بتأثر، طبعا بتأثر في ارتباكه، ولما الإنسان بيتوتر بتطلع هرمونات بتعليه شوية، فمش مطلوب أبدا كده. طيب دكتور، يعني واحنا بنتكلم عن الروشتة والزهر، أنا أفتكر مثلا مشاهد حتى لو بنشوفها في الأعمال الدرامية لما أهل بيعرفوا أن في طفل عندهم مصاب بمرض السكر، بنشوف بقى انه لا وما يقدرش يلعب مع اصحابه وبيبقى في مشاكل تانية، وانا فاكره المشاهد دي كويس قوي. لو حضرتك دلوقتي اسره جايه واكتشفت انه طفل عنده مرض السكر، اولا ايه العلامات المفروض اولياء الامور ياخدوا بالهم منها في البدايه عشان يروحوا يكشفوا اساسا؟ دي حاجه. تاني حاجه، لو تم التشخيص بمرض السكر ايه اللي حضرتك بتنصحه تنصح بيه؟ علامات مرض السكر، الطفل بيتبول كتير قوي ويعطش كتير ويخس. في النوع الاول غير النوع الثاني، الاعراض بتاخد ايام واسابيع قليله، وبعد كده بيدخل في مرحله اللي هي مرحله الاسيتون. مرحله الاسيتون دي بدايتها الولد يرجع جامد ويبقى اي حاجه ياكلها يرجعها. واحنا لما بنعلم حتى دكاتره صغيرين بنقول له خد بالك من العلامات اللي هي الجفاف من غير ما يكون المريض عنده اسهال، لان ساعات مثلا مريض سكر عنده شهور او عنده سنه او اتنين مش قادر يعبر او مش قادرين يعرفوا قد ايه التبول بتاعه زاد ولا لا، بيبقى في علامات جفاف واضحه، العين تدخل لجوه، المريض يخس شويه، لسانه يبان فيه تشققات وجفاف. اذا لاحظنا كده، اجهزه السكر دلوقتي منتشره في كل البيوت وفي الصيدليات. صحيح. يعملوا بس سكر سريع كده، اذا لقوه عالي يتوجهوا على طول لطبيب او لاقرب مستشفى. الرينج بس المتوسط ايه؟ احنا عندنا السكر الطبيعي من 70 ل 120، مسموح بعد ساعه يوصل لغايه 180، بعد ساعتين ينزل ل 140، ده الطبيعي خالص يعني. اي رقم اعلى من كده المفروض يتوجه على طول. الحقيقه في النوع الاول بتبقى الارقام في الاول مزعجه، 400 300، ده بيخلي الاهل ينزعجوا جدا، لكن مجرد ما بيبتدي العلاج بينزل على طول في نفس اليوم او تاني يوم يعني. طيب الدرجات بقى، كنت عايز اتكلم حضرتك على الدرجات. الدرجات قصدي حضرتك الانواع، النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول اللي هو عاده يصاب بيه الاطفال اللي هم تحت سن ال 20،
النوع الثاني كنا بنشوفه زمان فوق سن الأربعين، لكن الحقيقة دلوقتي ودي علامة مش كويسة إنه ابتدى يظهر في الثلاثينات والعشرينات، ومش كده وبس، ابتدى يبقى عندنا أطفال تحت سن العشرين عندهم سكر من النوع الثاني، ودي برضو علامة مش كويسة تدل على إن نمط الحياة في مصر وفي العالم كله اتغير. ده اللي أثر وخلى دلوقتي لما بيجي لنا طفل ما عليهوش مواصفات النوع الأول بنلاقيه ساعات من النوع الثاني، بقى النوعين موجودين في الأطفال. ودي الحقيقة النوع الثاني ده نقدر نمنعه بنمط الحياة السليم اللي هو الدايت الصح، الاكسرسايز الصح، الحياة السليمة تقدر تحمينا من النوع الثاني وتخليه يجي في معاده اللي هو في الخمسينات أو حتى ما يجيش ممكن قوي يعني. لكن النوع الأول لغاية دلوقتي ما نقدرش نمنعه، وإن كان في بوادر علمية تقول ممكن، لكن لغاية يعني الإمكانيات اللي في إيدينا دلوقتي ما نقدرش نمنع. مجرد أبحاث يعني حتى الآن؟ أبحاث، وفي بلاد ابتدت تطبق أدوية مناعة يعني تدي بريق أمل إن هو ممكن يبقى في أمل إن هو يتشخص بأجسام مضادة بدري ونقدر نمنعه. طيب دكتور، حضرتك بتقول إنه نمط الحياة غير الصحي ده متعلق بأكل فقط، متعلق برياضة يعني، وحتى يمكن هل خلال السنين اللي فاتت المتعارف عليها درجات السكر حضرتك تحدثت عنها الأول والتاني، هل كان بالضرورة أنه برضو زمان كانت نمط الحياة سليم؟ إيه اللي تغير؟ اللي تغير طريقة الأكل نمرة واحد. يعني إحنا زمان وأنا طفل كنا دايما الوجبة عبارة عن شوربة وسلطة وخضار وبروتينات وثمرة فاكهة مثلا، إنما دلوقتي الأسر كلها بتستسهل الجانك فود، الناس بتاكل الجانك فود اسرع، وده مليان سعرات حراريه سيئه جدا للصغيرين وللكبار. الحاجه الثانيه كانت وسيله التسليه النوادي والرياضه وممارسه الرياضه، حتى التمشيه في الشارع نفسه كانت تعتبر جزء من ممارسه الرياضه. لكن الحقيقه الناس دلوقتي بتروح النوادي تاكل، يعني لما بتخش النادي بنلاقي الناس قاعده بتاكل بيتزات وهامبرجر وحلويات بشكل فظيع جدا، وما حدش بيمشي في التراك غير مثلا 1% من الناس. بقى بيغلب عليها الطابع الاجتماعي اكتر من الطابع الرياضي للاسف، يعني الناس تروح عشان تقعد وتاكل وتتكلموا مع بعض شويه ويروح. طيب هل لو في مريض كان عنده السكر وخف، هل ينفع يدي نصايح وتوعيه للناس؟ طبعا مريض السكر النوع الثاني دلوقتي ما بقاش زي زمان، كنا زمان بنقول ده مرض بروجريسيف يعني بيقعد يزيد لغايه ما المريض يوصل لمرحله الانسولين. لكن دلوقتي المريض لو خس 10-15% من وزنه، مريض سكر من النوع الثاني مش النوع الاول، شبه 100% السكر بيختفي. يعني بيتعالج يا دكتور؟ النوع الثاني بيتعالج؟ ممكن يختفي بادويه جديده معينه وبنمط حياه سليم 100% ممكن يختفي. عظيم. انا بسال حضرتك ليه؟ عشان احنا معانا دلوقتي نموذج هيكون معانا دلوقتي عبر زوم لايمان المنشاوي. ايمان عامله صفحه على الفيسبوك اسمها ايمان المسكره. إيمان نموذج مميز جدا موجود على السوشيال ميديا بيقدم محتوى توعوي للمرضى المصابين بالسكر. هي معانا دلوقتي. إيمان صباح الخير عليك. صباح الفل، ازيك يا شاذلي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا تمام والله الحمد لله. انت صحتك عامله ايه؟ زي الفل، زي الحمد الفل. لله يا رب دايما. طيب عايزين ناخد الموضوع كده ونرجع ورا شويه. اول ما اكتشفتي ان انت عندك السكر قررتي تعملي ايه وقتها؟ هل كان كل تفكيرك انك تخصصي جزء كبير من وقتك مثلا عشان تقدمي هذا المحتوى على صفحتك، ولا فكرتي في ايه ساعتها؟ هو أنا الحقيقة زي ما كان الدكتور بيقول، أنا يعني متعايشة مع السكر النوع الأول. النوع الأول ده مرض مناعي مفيش منه وقاية يعني، وجالي وأنا طفلة صغيرة، ولما جالي الحقيقة، ودي حاجات من سبب أساسي اللي خلاني أبدأ الصفحة، إن أنا قفلت على نفسي. يعني كان في برضو زي ما اتذكر دلوقتي إنه بيبقى في حمل على الأسرة، وكان في حمل عليا انا شخصيا، بس انا قفلت على نفسي، حاسه انه في حاجه غلط، ان انا في حاجه غلط. فقعدت سنين مخبيه المرض حتى عن اقرب الناس ليا، لغايه ما يعني مريت بمراحل التقبل اللي هي احنا كلنا عارفينها، اللي هي في الاول بتبقى انكار تماما، انا ما حصليش حاجه، بعد كده اكتئاب، وبعد كده احاول اتفاوض واقول طب انا مش هاخد انسولين بس اكل براحتي، وبعد كده في الاخر خالص بنوصل للتقبل. فأنا عملت الصفحة لأنه الحقيقة أنا عارفة أن في ناس كتيرة شبهي بس مش متجمعين على بعض، وبعاني لوحدي أو بتعايش مع المرض لوحدي. أنا مش عايزة أقول برضو أنه المرض أو مرض السكر النوع الأول هو معاناة فقط،
هو ممكن أعيش حياة شبه طبيعية بمحاذير ومعايير معينة تخليني أعيش بحياة صحية، بس إحنا عندنا شوية إلا في المعرفة، نقص شوية في إن إحنا نعرف نوصل للمعلومة. فده اللي حاولت أعمله من خلال الصفحة، إنه أول حاجة أتكلم فيها الخرافات اللي كانت معروفة عن السكر، إنه مثلا مريض السكر النوع الأول ما يقدرش يتجوز ويخلف، ان مرضى السكر او المتعايشين مع السكر يقدروا ياكلوا عسل لانه فيه شفاء. هو طبعا فيه شفاء، بس هو هيعلي السكر زي اي حاجه تانية. انه مرض السكر النوع الثاني لا يمكن الوقايه منه، زي ما كان الدكتور بيقول يمكن الوقايه منه. ودي حاجه من دي رسائل كثيره انا بحاول اعملها من خلال صفحه يوميات ايمان المسكره او ايمان دايابيتك دايريز. صححي المفاهيم او المعلومات المغلوطه اللي عند الناس. بس انا هرجع معاكي تاني لورا شويه. انت قلتي اول ما عرفتي انت اسرتك قلقتوا جدا وتوترتوا جدا، ازاي قدرتوا تتصرفوا او اتعاملتوا ازاي؟ يعني طمنتوا نفسكم ازاي ان انتوا قعدتوا تقروا اكتر، تدرسوا اكتر، تفهموا الوضع اكتر؟ هل فعلا مرض السكر قدر يؤثر على حياتك بعيدا عن الخوف والتوتر اللي انت اتكلمتي عليه؟ هل لما انت تعاملتي معاه صح واسرتك اتعاملت معاكي صح اثر على حياتك باي شكل من الاشكال؟ ازيك يا جمانة؟ يعني ازاي؟ سؤالك حلو قوي. الحقيقة هو طبعا أثر، هو طبعا أثر. يعني هو سؤالك فيه جزئين، أثر أو لأ، أو أثر إزاي؟ أثر لأنه بطبيعة الحال أنا بحاول أعمل وأشتغل مكان البنكرياس، وده خلق ربنا. فأنا بقعد أحسب أكلي، وبقعد أحسب نسبة أو كمية الأنسولين اللي هاخدها مع كل أكلة، وفي عوامل كتيرة بتأثر على ارتفاعات وانخفاضات السكر. ده مش نفس الحال مع النوع التاني، وفي أنواع تانية مختلفة. بس طبعا أثر على حياتي، بمعنى إن أنا في جانب إيجابي وأنا أقدر أختار أنا هحطه في أنهي حتة، إيجابي ولا سلبي. يعني أنا بقيت بطبيعة الحال أكثر التزاما، اتربيت على ان انا ليا اكل في مواعيد، طبيعه اكلي مختلفه وصحيه، بلتزم بالرياضه، كل ده عشان اعيش حياه صحيه واتجنب المضاعفات. انا بقى اتعاملت ازاي او اهلي اتعاملوا ازاي، دي حاجات من الحاجات او عامل من العوامل اللي انا يعني نفسي نتكلم فيها اكتر. الدعم النفسي، احنا محتاجين دعم نفسي جدا يا جماعه، في امور مختلفه بس اهمها التعايش مع مرض مزمن زي السكر. صحيح. سواء انا، وحتى الدكتور كان يعني هو ذكر الموضوع ده، انه بالراحه وانه الاهل يهدوا، لانه بيأثر على الاطفال وبيأثر على حتى يعني معاك لسن السن كبير، سن الجامعه وسن وثانويه عامه، ازاي الاهل هيستقبلوا الخبر وخوفهم وقلقهم لو بان للمصاب صحيح يا هيتأثر. ايمان، نفس النقطه اللي كان الدكتور بيتكلم فيها بالظبط. فانا يعني انا شايفه انه واحنا دلوقتي الحمد لله مصر اتغيرت كتير، وثقافتنا اتغيرت فيما يخص الدعم النفسي، وان انا اروح لدكاتره نفسيين ومتخصصين نفسيين ولايف كوتش وحد يدربني اتعامل ازاي مع المواقف الصعبه. احنا عايزين ناخد راي الدكتور كمان في هذا النموذج. الحقيقه يا ايمان انا مبسوط جدا جدا. انت عارفه انا في اخر مؤتمر للسكر، المؤتمر الاوروبي ده كان في السويد، انا شفت واحده امريكيه زيك بالظبط وعامله صفحه، والحقيقه انت اسلوبك سلس عنها، وكانت جايه وعامله ستاند في المؤتمر، وكان ليها سيشن علشان تبقى نموذج للمريض، اللي هو احنا بنحتاج ان الاطفال او المرضى يقعدوا مع ناس زي كده، دول اقرب لهم مننا. يعني انا يعني ادعو كل الناس ان هم يسمعوا الايمان، كل مرضى السكر من النوع الاول وقرايبهم ان هم يسمعوا الايمان، لان كلايف ستايل وكمعايشة مع مرض السكر هيستفيدوا يمكن منها أكتر شوية تجربة من الفعلية اللي بياخدها من الطبيب طبعا. يمكن الكلام من الطبيب. شاكرة جدا يا دكتور، حقيقي شاكرة لدعمك، وهو ده اللي احنا محتاجينه دايما. ان يبقى الدكاترة داعمين لينا وسامعيننا وعارفين يتواصلوا معانا، فأنا شاكرة لحضرتك كمان. انا عايز اقول حاجة يا إيمان، العلاقة دايما ما بين الدكتور والمريض بيكون فيها شيء من التوتر، لأنه بخلاف العيان وهو داخل بخلاف تجربة، حتى باباه ومامته بيبقى متوترين، عشان كده يمكن معظمنا بيجيب ناس في العياده مش يعني دايتيشن او حد اديوكيتور يقعد مع العيان، يكون اخف شويه من الطبيب مع العيان. لكن النموذج بتاع ايمان لما تبقى مريضه نفسها عندها ثقافه زي كده وتجربه حقيقيه، وبتقول ان التعايش مع مرض السكر افيلبل وسهل وممكن قوي نعيش بيه، هيصدقوها عننا طبعا. صحيح. شاكره شاكره صحيح. يمكن ايمان كمان عارفه انت بصيت لها من ناحيه ايجابيه زي ما انت قلتي،
اللي عايز حتى يقلل من وزنه بشكل عادي طبيعي انه يلتزم باكل معين في اوقات معينه، طبيعي انه يلتزم برياضه. احنا يمكن لما بنبص لها من منظور انه انا مريض او ان انا عندي مشكله وان انا لازم يبقى عندي كده حته بتاعت الضحيه دي، هي دي اللي بتصعب الموضوع، دي اللي بتعمل المشكله. ده حقيقي يا جماعه، ده حقيقي. لا خالص يعني، وانا شاكره فعلا لوعيكم الحقيقه. يعني الحوار ده بيوصل رسائل كتيره انا بحاول اوصلها من خلال صفحتي على الانستجرام، انه احنا في مركز قوه، انت متعايش مع مرض مزمن، اتعامل معاه بشكل صحي عشان ما تبقاش ضحيه زي ما بتقولي، عشان تتجنب مضاعفاته، عشان انت قوي، ربنا ابتلاك بحاجه تعامل معاها، لانه ما فيش اي حد صحي او ما فيش اي حد خايف على نفسه وعلى صحته وحياته واسلوب حياته كويس او على شكل جسمه هيبقى بيفتح في الاكل. يعني طبعا. حتى لما حد بيجي يسالني على الاكل واكل ايه وما اكلش ايه، كل حاجه بس بنسب واحسبها صح وذات ست، يعني هو ده اللي مطلوب. تمام. شخص صحي، شخص عنده مرض سكر او ما عندوش. اتفضل. انا عايز اعرف التغيير اللي انت لمستيه على الناس اللي بيتابعوكي على صفحاتك على السوشيال ميديا. يعني حاله من ضمن الحالات كانت لسه عرفت قريب ان هي لسه يا دوب لسه مصابه بالسكر، وحاله القلق والتوتر والكلام ده، فدخلت واتكلمت معاكي وحياتها اتغيرت نوعا ما، او تقبلت هذا الامر وتعيشت معاه زي ما انت بتعملي. الحقيقة أنا فعلاً فعلاً محظوظة، لأني بيجيلي ردود أفعال وبيجيلي رسائل كتيرة، بالأخص في حاجتين: العلاقات والجواز، وإن حد يفصح ويقول بصوت عالي أنا عندي سكر، أنا متعايش مع السكر. لأن ده كان حاجة فيها حرك شويتين ثلاثة، لأنه أنا وأنا قاعدة ممكن أبقى محتاجة أخد حاجة مسكرة، ممكن كتير أبقى محتاجة أخد الحقنة في بطني أو في رجلي، فالناس بتستغرب او ما تبقاش فاهمه او بيبقى فيه صعبانيات. فالحاجتين دول في ناس الحمد لله بفضله وكرمه ابتدوا يتقبلوا اكتر المرض، وابتدوا يقولوا بصوت عالي انا عندي السكر، انا ما عنديش مشكله، انا متعايش. بالذات البنات والامهات، البنات كمان بيبقى عندها شويه، والله البنات والولاد بيبقى عندها شويه تحفظ او خوف من عدم التقبل، ان حد مش هيقبلها لان هي عندها السكر. فاتكلمنا في المواضيع دي، والحمد لله في ناس كانت فعلا اتغيرت ولقت ان هي مش محتاجه حد مش داعم في حياتها. صحيح. وبقوا يقولوا باريحيه ان هم عندهم سكر وياخدوا الحقن قدام الناس، فكنوع من انواع الدعم. هو مفيش اي شيء يعيب بصراحه خالص، ولا في اي شيء ابدا يكسف، ولا في اي شيء يخلي الشخص المصاب بمرض السكر انه يشعر انه بالحرج او يشعر باي انه عنده اي نقص من اي نوع. تماما، انا بؤيدك جدا يا ايمان، والحقيقه يمكن انا سعيده جدا بوجودك معانا النهارده. ويعني حتى اسم البيج بتاعتك او الـ 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 الصفحه بتاعتك ايمان المسكره، انت حتى حاطه يعني استخدمتي اسم اصلا المرض بطريقه لطيفه جدا، تبين يمكن الاسم في حد ذاته يبين طريقه تعاملك مع مرض السكر. بشكرك جزيل الشكر ايمان. شكرا يا جمانه، شكرا ليكم كلكم، وان انتوا اديتوني الفرصه دي اتكلم ووصل صوتنا. شكرا يا دكتور، شكرا يا شاذلي، شكرا ليكي جدا، شكرا لاستقبالك. شكرا ليكي، ميرسي خالص. طب دكتور، هي فتحت نقطه مهمه برضه. بالنسبه للازواج، بالنسبه للحمل عند البنات. بالظبط. هو طبعا السؤال شاذلي يا دكتور، معلش يعني اعذرني، هل بالضروره انه مرض السكر يكون متوارث؟ يعني هل بالضروره الام اللي عندها سكر ينتقل لابنائها برضو؟ هي دي نقطه مهمه قوي. يعني التوريث موجود طبعا في مريض السكر، لكن مش معنى ان الـ 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 الام كان عندها سكر اثناء الحمل ان ابنها هينزل عنده سكر. بالعكس، الطفل اللي مولود من ام عندها سكر في اول 24 ساعه بيبقى عرضه لهبوط السكر، ان سكره يوطى. هو اذا كانت الام من النوع الثاني، الطفل عنده استعداد انه ياخد النوع الثاني لما يكبر. فاحنا بنقول لدول بالذات عايشوهم في لايف ستايل صح علشان نحميه من ان يجيله سكر. النوع الاول زي ما قالت ايمان، لغايه دلوقتي ما نقدرش نمنعه بصوره يعني معممه، انما برضو يبقى عرضه من السكر من النوع الاول، بس مش لما يتولد زي ما الناس بتبقى خايفه. بالظبط. طيب دكتور، يعني احنا في ناس معتقده انه مريض السكر لازم يتعايش ويعيش طول عمره مع الانسولين، وفي ناس تانية بتقول انه لا، فتره معينه بعد كده بيبقى في تعويض بادويه مختلفه. لا، النوع الاول من بدايه تشخيصه لغايه طول عمره لغايه دلوقتي هياخد انسولين.
لكن الأمور بتتغير. يعني مثلا محتمل في خلال سنة أو سنتين في نوع انسولين هينزل يتاخد مره في الاسبوع. الانسولين القاعدي في انسولين باتش برضو متهيألي صح، في انسولين بامب اللي هي مضخه الانسولين موجوده وموجوده في مصر وكل حاجه. مثلا في بعض البلاد بتحاول تصنع الانسولين اقراص، ودي عمليه معقده قوي واتعملت كذا مره، ومره نجحت ومره ما نجحتش، لغايه دلوقتي ما تعممتش، انما محتمل تتعمم، لان في بعض الهرمونات الشبيهه بالانسولين اللي هي بيبتايد هرمون اللي هي عباره عن احماض امينيه متتاليه اتعملت اقراص. ففي امل ان في خلال السنين اللي جايه يبقى في انسولينات ممتده المفعول تقعد اسبوع، وفي امل ان الانسولينات تقدر تتعمل براشين. ده عظيم جدا، احنا بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا. شكرا ليكم، شرفتنا ونورتنا، وحضرتك يمكن نورت حضرتك وايمان كمان على حاجات، أنا على حاجات بنموذج ايمان على حاجات مهمه جدا، وهي الدعم النفسي لمريض السكر، ازاي نتعامل معاه في البيت، وازاي هو نفسه لما هنتعامل معاه بثقه في البيت هو كمان مش هيخجل ان هو يقول، لانه مفيش داعي فعلا للخجل ولا للتوتر ولا الخوف ولا كل هذه الامور يعني. فبنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور ايهاب مفيد، استشاري الغدد الصماء والسكر، الف شكر ليك يا فندم. شكرا ليكم.